ادخل. نظفنا الحرم لك سلطانة، ما ضل ولا عين من عيون السلطانة صفية هون. أكيد في غيرهم كتير. أنا كم مرة قلت لكم إنه لا تفوتوا لعندي شخص ما بتوثقوا فيه. سحر الخاينة قدرت إنه تاخذ ابني من حضني، وهلأ الله أعلم وين مختفية. عم يدوروا عليها. هلا بقى تعبوا حالكم حجي آغا، هلا بيكونوا قتلوها أو رموها بشي مكان لهالغبية. سلطانة خدي اشربي كاسة هالحليب بتهديك. هلا مو وقته، معناته قطع مخصصاتها من الخزينة بلا فايدة. السلطانة صفية عم تقدر تشتري الكل هون. المخصصات ولا شي، عندها خزينة كبيرة من الرشاوي يلي جمعتها كل هالسنين. ما دامت قوتها من الذهب يلي مجمعته، معناته رح ناخذ منها كل شي معه، ومن هون ورايح العين بالعين. بدي تدوق الوجع يلي دوقتني اياه، مثل ما احترق قلبي رح يحترق قلبها كمان. انا قدرت اثبت انه السافية اللي اسمها فخرية خانت مولانا، ولسه ما اخذت عقابها، بس انا ما رح اتركها بحالي. شو طالع بإيدنا نعمل يا سلطانة؟ هي هلأ بتكي، يعني حتى السلطان ممنوع يأذيها، لأنه هذا المكان عنده حصان كبير. معناته سلطانة فخرية لازم تطلع من هيلة كية، ورح تاخذ الحساب اللي بيستحقوه كل الخونة حتى ما يتجرأ حدا على هالشي. ادخل. شو صار معك بشيرة؟ قدرتي تحصلي على معلومات ممكن تهمنا؟ السلطانة قسم حاطة السلطانة فخرية ببالها، وبدها تحرق قلب السلطانة صفية عبنتها. فخرية وحدة خاينة، يلي ساوته مو قليل أبدا، وعقوبتها لازم تكون القتل. حاولت تقتل مولانا وتقتل ابني اللي مالي غيره بالدنيا. كله من وراء قصص الحب والعشق تبعه. السلطانة قسم صايرة كتلة غضب، وموت جولجي خلى نار الانتقام جواتها تولع أكتر. كتير منيح، واضح أنه الثقب اللي فتحناه على جناح قسم رح يكون لمصلحتنا. بس نحن لازم نحذر السلطانة صفية، لازم تعرف اللي عم بيصير. شو غريب يا سلطانة، معقول أكبر عدو لإلك يتحول لصديق؟ سلطانة صفية ورقة رابحة، هي الوحيدة اللي ممكن توصل ابني مصطفى للعرش. وين وين؟ السلطانة حليمة هي اللي بعتتني. السلطانة حليمة؟ يعني مين ممكن يبعتك غيرها؟ ما فهمت. يلا تعالي قبل ما حدا يشوفك. السلطانة حليمة بعت لكم سلامة واحترام. أعطيني من الآخر بشيرة. السلطانة قسم ما في على سانة غير سيرة السلطانة فخرية، وهي أكيد عم تخطط لشي، عم تدور على حجة لتجبرها تطلع من التكية. يا سلطانة، السلطانة حليمة حبت إنه تعطيكم خبر. وغيره في شي كمان؟ ولا شي سلطانة. على خير، خلوا عيونكم مفتوحة عطول. معناها اللي قالته جنات مو من فراغ يا بلبل.
القسم عم تحوم حوالينا وفي شي عم تخطط له.